مشاهدينا، نتحول اللحظة إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمتابعة أطوار المؤتمر الصحفي الذي يعقده زين الدين زيدان مدرب الريال عشية مواجهة فريقه لباريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. فإلى هناك. إذن كريستيانو رونالدو من ناحية ريال مدريد ونيمار باريس سان جيرمان، حسب رأيك ما الذي يفرق بينهما؟ وهل تعتبر كريستيانو رونالدو دائما أفضل من نيمار اليوم؟ في كل الأحوال نتحدث عن لاعبين كبيرين، وغدا سيكون مواجهة بين المدريد وباريس سان جيرمان وليس بين اللاعبين. نتحدث بعد ذلك عن لاعب قام بأشياء رائعة والذي حصل على الكرة الذهبية 5 مرات وسجل أكثر من 500 هدف مع ريال مدريد. لن أقارن بينهما، ولكن ما أقصده أن أتحدث عن لاعبي، وما أقوله فيما يخص نيمار، كل ما يقوم به من مهارة وما يمكن أن يصبح عليه هذا اللاعب هو أمر رائع. لديه خصال يمكن أن تصنع الفارق، وما نريد أن نراه غدا هو ليس صراع بين هذين اللاعبين، وكل الجماهير تريد أن ترى مباراة كرة قدم جميلة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. Hola mister, muy buenas. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle por cadena COPE. أود أن أسألك عن بيل بعد عودته من الإصابة. لقد لعب 10 مباريات ولكنه لم يكمل أي واحدة منها. أود أن أسألك في هذا الصدد، هل هذا سيؤثر وهل هو في أفضل لحظاته مقارنة بما شاهدنا سابق؟ لا، أنا يجب علي أن أدخل بعض التعديلات والتغييرات في التشكيلة في العديد من المناسبات. هذا يصب في مصلحة اللاعبين، وعندما يلعب بيل أو يلعب إسكو و بنزيما أو غيره من اللاعبين، عادة أدخل التغييرات في اللاعبين المهاجمين بين الظفرين، ولكن ليس هنالك فلسفة محددة بغض النظر عن ذلك. مساء الخير. لأن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي، سنعود طبعا إلى تفاصيل أكثر في النشرات القادمة. في خلاصة مستعجلة جدا، تحدث قبل قليل عن العلاقة بين أو الصراع بين كريستيانو رونالدو ونيمار، وقال إن المباراة مباراة بين فريقين وليست بين لاعبين، وأن غدا سيكون هو الفاصل بينهما. إذن مشاهدينا، نهاية نشرة الأخبار، قدمناها لكم من قناة بي إن سبورت.